بعيدا عن الزيارات الوزارية وطمأنة المواطن عبر وسائل الإعلام، على أرض الواقع تضرر المنتج المحلي الطازج بعد تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور في دواجن البصرة. مواطنون وأصحاب محال تجارية رجحوا الأمر بأنه استهداف للمنتج المحلي، مستغربين من تناقض الإجراءات الحكومية تجاه الأمر. والله أنا أشوفه استهداف، يعني الفترة اللي يعني تقريبا بداية قيام المنتج الوطني بهذا الدعاية اللي صارت هي حقيقة موجودة، ولكن من صارت العائلة الفقيرة والطفل انحرم من البيضة ماكو يتشحج، يعني مين لعبة واضحة. هسه انت منعت الدجاج غير من عشلة، ليش الدخلة ثاني يوم؟ شنو السبب؟ لان تعرفون الدجاجة ما بيها شيء صاحي، وقفت السوق وخليت العالم تشتري شنو مجمد. هسه احنا نشوف الشراء يوميا ازدحام، من صارت هاي لحد الان لا قليلة. الطب البيطري يرجع سبب الإصابات إلى اللقاحات أو العلف المستخدم لإطعام الدجاج، ما يزيد من شكوك الاستهداف للمنتج المحلي الذي أصبح شبه متوقفا، مكبدا أصحاب الملك خسارات بمليارات الدنانير. أكاديميا يعني درسنا أنه هذا المرض ينتقل عن طريق الطيور البرية المهاجرة، هو يصير ناقل للمرض وغير ممرض، يعني هو ما يتمرض لكن هو ينقل للطيور الداجنة الموجودة اللي هي الدجاج، الطيور، الحمام. وحاليا قد يكون ما يصرح به يعني انه الاعلاف او الطير اللي مستورد اصله مستورد من تركيا او اللقاح غير مجدي اللي استخدمه. وبينما تتوالى الاخبار الخاصه بتفشي انفلونزا الطيور متسببه باغلق معامل دواجن في قضاء الزبير وام قصر، تطالب الشخصيات المتضرره بتعويضها، كون العدوى وبحسب التقارير الصحيه جاءت نتيجه اللقاحات الحيوانيه، اضافه الى تسبب المنتوج المستورد بنقلها للثروه الحيوانيه المحليه. من البصره اركان تقي، قناه التغيير.